السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل ريندر لمشهد داخلي، فممكن نستعين مثلا بالكاميرا واقول له انا عايز ارندر مثلا الحتة دي، فجاب لي المشهد بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عايز مثلا المشهد اللي هيظهر قدامي دلوقتي من خلال الشباك الزجاج دوت هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي فراغ لان مفيش حاجه قدامه، فانا عايز احط صوره منظر طبيعي. فممكن اجي كده تمام في ليفل 2 وهرسم حيطه. نجرب بس عمل الرندر اهوت، ونقدر نتحكم فيها بعد كده، نكبرها نصغرها زي ما احنا عايزين بالشكل دوت. هتلاقي ان انت شايف الحيطه اهي، نقدر نكبر فيها زي ما احنا حابين. ممكن نخليها تبدأ من ليفل 1 بالشكل ده. طيب انا عايز احط بقى صورة في المشهد هنا، بحيث ان هنا اقدر اشوف صورة طبيعية لما اجي اعمل الرندر بتاعي. فممكن مثلا اقول له ان انا عندي هنا الحيطة ديت اللي قدامي، هبدأ أركب فيها صورة، فأقول له insert دي سيل، وأقول له إن أنا عايز صورة وأقول له open، هتبقى معايا بالشكل دوت. أوكي، وهبدأ أحط الصورة وأقدر أتحكم فيها. بالشكل دوت. تعال بقى نرجع للمشهد بتاعنا. الصورة هي تقدر ان انت تخليها مثلا لحد هنا كده تمام. وتعال بقى ايه نعمل لها الرندر بتاعها. فلما تيجي تعمل الرندر يبدأ يظهر معاك المشهد الطبيعي زي ما انت عايز. ممكن بقى تقول ان المشهد بتاعك بيطل مثلا على البحر، بيطل مثلا على معتقلات، بيطل على اماكن اثريه وهكذا.